على هامش قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، أقيمت ندوة البيئة وتعزيز السلام المجتمعي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات بمقر جناح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بحضور الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الحقيقة الندوة بتتحدث عن عنوان في غاية في الأهمية، هو الربط بين قضايا المناخ وتعزيز السلم المجتمعي. الحقيقة أنه على مدار السنوات الماضية شاهدنا عمليات نزوح جماعي وهجرة غير نظامية بسبب التغيرات المناخية. الحقيقة دي مسألة انتبه لها المجتمع الدولي بأنها مسألة بتشكل خطر داهم على سلم المجتمعات وعلى السلم والأمن الدوليين بشكل عام. في منتدى حوار الثقافات في الهيئة الإنجيلية احنا بنهتم بتعزيز القيم، خاصة قيم المواطنة والعيش المشترك، ولا يمكن تكون المواطنة هي فقط حقوق وواجبات في المطلق، لكن أيضا حقوق والواجبات البيئية. فإحنا بنعتبر أنه نقص الموارد البيئية أو ندرتها أو تضاؤلها ده ممكن يؤدي إلى صراع، والصراع إحنا واحدة من الحاجات الأساسية بنشتغل على فكرة بناء السلام وتعزيز المواطنة. وخلال الندوة تم الإشادة بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعظيم جهود المجتمع المدني المصري في دعم خطط التنمية والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ليقدم مثالا للجهود التنموية المستدامة لتحقيق رؤية مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مؤسسة بلدان الخيرية بصفتها أحد المؤسسين للتحالف الوطني، احنا انضمينا مع 24 مؤسسة. النهاردة بنتكلم عن الزراعة وعن ازاي نحسن من اساليب الزراعة بحيث ان احنا نقدر نوصل لافضل معدلات الزراعة، بحيث ان احنا ميبقاش عندنا مشاكل مناخية الفترة اللي جاية. احنا برضو بنحاول ان احنا نوعي الناس باخطار التغير المناخ والكلام ده كله، بحيث ان احنا برضو نقدر نوصل بالوعي للناس اللي موجودة في مصر في المجتمع المصري، ازاي يقدروا يحافظوا على البيئة، ازاي يقدروا يبقوا عندهم المعلومات الكافية عن تغيرات المناخ والتلوث والكلام. احنا عندنا تقزم ومشاكل الانيميا للاطفال، اهم مؤثر هو تغير المناخ وتغير البيئة، وبالتالي التلوث اللي موجود سواء تلوث الهواء او المية او التربة بيؤدي إلى مشاكل كثيرة لأول 1000 يوم يمكن في حياة الإنسان. وبالتالي احنا بنعمل الآن على مبادرة لمصر من صناع الخير مع التحالف الوطني وكثير من الشركاء، وزارة الصحة والتربية والتعليم وكثير من الداعمين من قضايا البحث العلمي وأطباء القصر العيني والخصيم والمستشفيات. احنا نعالج ازاي الأنيميا، نعالج ازاي التقزم، نتابع الأطفال في المدارس عشان نحافظ، وكمان نفهمهم قد إيه يكون صديق للبيئة بتاعته ويكون محافظ عليها. تأتي قمة المناخ بشرم الشيخ في وقت هام، بعدما باتت التغيرات المناخية خطرا يهدد الجميع، ولذا باتت الحاجة ملحة لتعزيز ما تقدمه مؤسسات العمل الوطني الأهلي والتنموي لتجنب آثار تلك التغيرات المناخية على المستوى الاقتصادي والمجتمعي. هاني نحاس، صباح البلد.